ورجعنا لكم بفنجان قهوة. ضيفتنا على فنجان قهوتنا لليوم هي الدكتورة الفاضلة خديجة الصبان. دكتورة خديجة الصبان هي عضوة في العديد من الجمعيات واللجان الخيرية والتطوعية، لذلك أحببنا اليوم أنها تكون معنا لتشاركنا خبرتنا. فأهلا وسهلا فيك دكتورة خديجة، سعيدين بوجودك معنا. أهلا وسهلا، وأنا سعيدة جدا، وأهلا وسهلا بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. تسلم دكتورة خديجة. دكتورة خديجة، بداية حدثينا عن المتطوع ودوافعه. يعني جينا نتكلم نقول هذا متطوع، أكيد مش أي واحد حيكون متطوع حسب الدافع، يعني كل شخص جاي يتطوع عنده هدف جاي يتطوع عشانه. طبعا هو التطوع، يعني المفهوم، مفهوم التطوع أنه بذل، الإنسان يبذل إما وقت، فكر، جهد، خبرة، مهارة، يقدمها دون أن ينتظر مقابلا مادية. فهذه بالعموم فكرة التطوع. نزيد عليها احنا في التصور الإسلامي عندنا قضية النية، يعني لابد ان يكون هذا العمل الذي يقدم عليه الفرد ويقدمه دون ان ينتظر مقابلا مادية ان يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، الأجر طبعا هنا الأجر في عظيم جدا كما هو كما ذكرت الآية وكما هو الوعد الإلهي. طب لو كان الدوافع غير يعني، طب أوكي إحنا كنا نتطوع عشان ابتغاء مرضات الله، لكن في ناس خلينا نقول تتطوع تقضي وقت مثلا أو عشان أصحاب تطوع ويلا معاهم. لا، يمكن أن يكون الغاية تكون هي مرضات الله، لكن يمكن أن يكون الهدف القصير أنا أبدأ الآن أتطوع هذا الوقت الذي أقضيه دون فائدة، دون أن أستفيد منه أو دون أن يستفيد منه غيري، أهدف للتطوع لتفعيل هذا الوقت. هذا أيضا شيء مطلوب من المسلم، لأننا نعرف أن المسلم محاسب على وقته، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع من ضمنها وقته وشبابه فيما قبله. طيب دكتورة، لماذا أصلا الحديث عن التطوع وإيش أهميته في رفعة الأمم والشعوب؟ التطوع طبعا ذو أهمية كبيرة جدا، في أولا في قضاء حاجات الناس، هو صورة من صور التكافل، يحتاجه الإنسان عموما في كل المجتمعات، وتحتاجه المجتمعات بمختلف طبعا أنواعها، فلأنه كثير من الجوانب لا يمكن أن تقوم بها الحكومات، كثير من الأنشطة، كثير من صور التنمية وغيرها لا يمكن أن يعني أن يطلب من الحكومات أو يطلب من الجهات المسؤولة في أي بلد من البلدان أن تقوم بجميع ما يحتاجه الناس، بجميع ما يحتاجه المجتمع. فمن هنا جاءت فكرة أن يساهم الإنسان، وهذه المساهمة طبعا لها دور فاعل فيما يخص، ليس فيما يخص فقط قضاء المساهمة في التنمية وقضاء حوائج الناس وكذا، لكن أيضا لها دور مهم جدا في وعائد على عائد نفسي على الشخص المتطوع، شعور بالرضا وشعور بتحقيق الذات، وهذه أشياء مهمة جدا في كما أنه يحقق للمجتمع خدمة، أيضا هو في الحقيقة يقدم لنفسه ولذاته خدمة. فمن هنا تأتي أهمية التطوع، مساهمة في تنمية المجتمع، مساهمة في خدمة الناس، وهذه نعرف أن منزلة خدمة الناس وقضاء حوائجهم في الشريعة منزلة عظيمة جدا. طيب تحدثت عن المساهمة في خدمة المجتمع. طيب لما نتكلم عن المساهمة في خدمة المجتمع، في عندنا شيء اسمه سلوك تطوع وفعل تطوع. سلوك التطوع اللي يكون شيء دائم، استمرارية في استمرارية في العمل التطوعي، أو الفعل التطوعي اللي هو يكون حالة طارئة، يعني جيجي فجأة زي اللي صار إنه الكارثة جدة، يعني وقت الكارثة جاء التطوع وجدنا. نعم، أو العكس. أو العكس.
هو الفائدة التطوعي دائما بياخذ، يمكن بتعرفي دكتوره صفه الديمومه. نعم. اما السلوك التطوعي بيجي كاستجابه طارئه لحدث طارئ. آه. كما حدث في بالنسبه للسيول. تعتبري سلوكنا او عملنا التطوعي في الوطن العربي، خلينا نقول، هل تعتبريه سلوك تطوعي ام فعل تطوعي؟ هو في كثير من صوره يعتبر فعلا عفوا سلوكا تطوعيا. الى الان يعتبر سلوكا تطوعيا، لكن الان بدات خطوات كثيره في قياد، يعني من جهات متعدده بدات عملها على هذا الجانب. وهذا العمل يعني اذا استمر واذا اخذ صفه الديمومه والصفه التنظيميه الصحيحة، يمكن أن تكون ثمرته تحويل هذا التطوع من سلوك تطوعي إلى فعل تطوعي. طبعا نقصد الفعل التطوعي هنا هذا الفعل يكون ناتجا من اتجاه، يعني اتجاه يكون عند الإنسان يصبح مكونا من مكونات شخصيته، أنه لا يستطيع إلا أن يتطوع كلما وجد إلى ذلك سبيلا. طيب قناة فرشباب كان لها استطلاع رأي في هذا الموضوع، نروح نشوفه ونرجع لك. لا والله للأسف، يعني أنا صحيا يعني تعبانة، ولا بالعكس أتمنى الشيء ذا. قد عملت عمل من الأعمال التطوعية، والله هو كان بس كسب الأجر، يعني في جمعية البر الخيرية قدمنا مساعدات إحنا تطوعية. لا أبدا، ما في أحد بيعرض علينا يعني. أيوة، بعدين أصلا حتى لو يعني رحت مثلا مستشفى أو أي مكان يعرض أعمال تطوعية بيستغربون الشيء هذا. لا الحقيقة لا، يعني ما تحددت موقف أني أشترك فيه، يمكن ظروفي الشخصية بتمنعني. ما عندي الوقت، لأني دوبك دراستي وما لقيت المجال يعني اللي اشترك فيه له، لانه احنا ما احنا من هنا اصلا، ماني من جده، وعندنا في المدينه ما عندنا مجالات يعني نشارك كده، لا غير عن جده. كثير بسيط بسيط، مثلا في رمضان ممكن عشان منفطر، يعني يوم نروح عند الايتام مثلا منفطرهم، الفقراء مثلا، اي مكان يعني منطقه بتكون يعني حالتهم مش كتير، ممكن نساعدهم شوي، نعطيهم فطور. والله لا لسه يعني ما جاتني، بس أنا أقول لك يمكن أنا في فترة ممكن شاركت يعني في معرض من المعارض اللي هي عندنا، كانت في مدينة ينبع، فشاركت في يعني عمل تطوعي. كنت أشتغل عمل فنية يعني، وفي المدارس كان مرة نفسي كمان أروح للتطوع حق جدة، يعني اللي هم تطوع اللي حقون السيول. طيب بس ما جاتني فرصة اني اروح، وبلاكس دافعك انه تحس انه لك مكانة صراحة في المجتمع. مرة برمضان كنا بنعمل اشياء مع البنات، دعمتني فيه باشياء، يعني كانت توزيع اكل للمساكين، فهي يعني ساعدتني وحكت للقرايب وهيك انه اذا بحب حدا يساعد آية في هذا الاشي. شاركت في حملة جدة، الحملة حقت السيول، الناس اللي ضرروا رحت ساعدتهم الحمد لله. طيب دكتورة قولي لنا ايش رايك في الاستطلاع اللي صار؟ كما راينا من لم تشارك يعني ذكرت انها اما ليس لديها وقت، كلهم اليوم اعذار، او ليس هناك مجال، يعني لم تجد مجال مثلا. هذه المشاهدة التي من المدينة المنورة قالت أن مجالات التطوع في المدينة ليست كجدة ضيقة. أنا أعتقد أنه إذا وجدت الرغبة القوية والإيمان بقضية التطوع يمكن أن يوجد الإنسان الوقت أن يقتطع، يعني لا يمكن أن تكون طوال الوقت هي مشغولة بدراسة أو كذا باعتبارها شابة، فيمكن أن يوجد الوقت ويمكن أن يوجد مجال التطوع ووسيلة. أحيانا نحن نجد مجموعة من الشباب تخلق هذا المجال صح، وهي وتوجده من يعني ممكن غيرها، مثلا نجد مجموعة مبدعة من الشباب
توجد مجالا للتطوع ممكن لم يفكر فيه او لم تفكر فيه مجموعه اخرى او افراد اخر. طب دكتوره يعني في اشخاص زي ما سمعناها قالت انه هي كان عندها الرغبه لكن كان عندها عذرها. طب في اشخاص يقول لك انا ابغى اتطوع بس ما اعرف فين او ما سمعت. صح الناس. يعني هنا التقصير يكون على المتطوع نفسه هو ما بيدور ولا التقصير على الجمعيات اللي ما تعلن؟ والله أنا الآن المواقع مواقع النت توفر هذا 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 النوع من الخدمات. يعني توجد أندية تطوعية كثيرة إذا دخلت على النت بتجدي، فممكن بضغطة زر ممكن أن يدخل ويسجل. وإن كان يعني نحن نسمع كثيرا عن إعلانات كثير من الجمعيات، لكن إذا اقتضى الأمر لا بأس في أن تضاعف هذه الجمعيات أو أن تكثف هذه الجمعيات من كل جمعية حضورها كلها من الدعاية وحدة متطوعين خاصة. كل جمعية لها وحدة متطوعين خاصة، لكن لابد أن يكون فيما بعد رابط يربط هذا. نعم هو بيجي